السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، مباشرة من جي اش واحد العمارة 21 طابق الثالث الشقة رقم 5. غنحاول نوريكم الفصالة ديال هاد البارتما، وكما كتعرفوا كاملين ديما العمارات اللي كيجيو الشوكة كيكونوا استثناء، ما كتقدرش تعرفهم كيفاش دايرين. هنا الصالون وهنا الشراجم، ها فين جاو كيطلعوا من الصالون. غادي نخرجوا من الصالون غادي ندخلوا هنا على اليمين ديالنا، كنشوفوا هنا واحد الماريه هنايا، وهنا كنشوفوا الحمام. كنرجعوا من هذا الاتجاه مباشره في هذا الباب هذا كنلقاو الكوزينه. هذه الكوزينه كما كتشوفوا حتى هي جات كطل في نفس الاتجاه فين كيطل الصالون. غادي نخرجوا من الكوزينه غادي نمشيو للبيت ديال الدراري. البيت ديال الدراري اللهم يسير هانتوما، وهنا البيت الناس. بيت الناس في واحد الميزه اللي هي زوينه، شنو هي؟ انا غادي نرجع للور باش تكتشفوها. هذا بيت الناس، جوج سراجم، اللهم يسير، الله يسخر الامور، والله يدخل على امها بالصحه والعافيه وطول العمر. يعني كما كتشوفوا كنا معكم من جي اش واحد العماره 21، تهلاو ليا فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.